انطلاق عدة مشاريع. سعيد دبل. هذه هي أرضية سد سوق ثلاثاء بولاية تيزي وزو الذي ستستفيد منه أيضا عدة ولايات مجاورة. وزير الموارد المائية شدد على ضرورة الإسراع في أشغاله ما يمكن القضاء على بعض التذبذبات في التزود بالماء الصالح للشرب في فصل الصيف. هو السد سد كبير لأنه يحتوي على طاقة تفوق 130 مليون يعني متر مكعب. هو السد يدخل في إطار استراتيجية وطنية بحيث هو سيندمج في إطار النظام تاكسبت لو سيستم تاكسبت. إذا هذا السد راح يلبي حاجيات الولاية ولاية تيزي وزو وكذلك حاجيات حتى العاصمة. المشاريع المنجزة والمبرمجة لم تهمل تزويد المساحات الزراعية بالمياه التي وضعت لها برامج خاصة. تواجد السقي فيه يعني موارد ما كان حتى إشكال، ضيف إلى ذلك مع يعني إنجاز سوق ثلاثة يعني سد سوق ثلاثة وسيدي خليفة يعني تكون ولاية في راحة تبع. وخلال زيارة أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال محطة ضخ بحجم كبير إضافة إلى تدشين مقر جديد للوكالة الجزائرية للمياه. محطة والضخ بأعفير بتيزي وزو التي دخلت اليوم الخدمة من شأنها تزويد أزيد من 80,000 مواطن بالمياه الشروب دون انقطاع. مرة ثانية سعيد دبل. هنا بأعالي عفير بتيزي وزو ودع المواطنون وبصفة نهائية معاناة التزود بالماء الشروب. زيك نعواج حي في الصح كناك يا نعواج حي في بومان زيك دفكن يبس الشهر يبس 20 يوم دفواج الشوك كثير يا غي ظلي سنتي ظلي اللين دارنا فاشل هذي جين فرحة مدي سموك كيكي يا تفكن مامان قطعنا قدن سعايا وجب الفيسي دلبي طيرولان وروك تصفى شمد مامان. أما نجي إن شاء الله كل سلحون إجهان إن شاء الله يا ربي وتخلصنا لقد يشيد التساونت. عدة مناطق استفادت من حجم ساعي إضافي نظرا لعدد المضخات التي تتزود أساسا من سد تقصبت. الحجم الساعي لسكان مدينة تيزي وزو فهو تقريبا 62 بين 62 وحتى كيل 90,000 متر مكعب. وسط المدينة وكل البلدية المجاورة تزودت إذن بالماء الشروب على مدار الساعة في انتظار تزويد ما تبقى من تيزي وزو.